قد لا يصدق الكثيرون أن بائع الدجاج هذا حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل. الدكتور أحمد ضياء هادي شاب عراقي من مدينة الحلة، أمضى سنوات من عمره في الدراسة والتحصيل العلمي، وتخرج باحثاً عن عمل يكافئ مجهوده وتفوقه في الجامعة، ليجد نفسه مضطراً للعمل في سوق شعبية. ذبح الدجاج وسلخه وتقطيعه وبيعه أمور اضطر أحمد للتعايش معها في هذه السوق لتحصيل رزقه وإعالة أسرته، فهو المعيل الوحيد لهم. نحن الشهادات العليا مهمشون في كل مكان، قدمنا في الجامعات الأهلية همشونا، قدمنا في الجامعات الحكومية لا تعيين، نحن محاضرون. السنة الأولى أنا محاضر في جامعة القادسية كلية الفنون، السنة الأولى كانت بالمجان، في حين السنة الثانية كان لسنة كاملة أجري هو 282,000. أين يمكن أن تعيل عائلة أو عائلتين لدي عائلتين؟ وليس التحصيل العلمي وحده هو ما ناله الدكتور أحمد خلال مسيرته الدراسية، فهو كاتب وشاعر ومؤلف مسرحي، كما أنه يحظى بسمعة طيبة لدى زبائنه في السوق. أحمد ولدي بالمنطقتي ويحمل كافة المواصفات الإنسانية، وإنسان مهذب وخوش ولد تعوب، وهذا هو حاليا يشتغل هنا يبيع دجاج الولد. الدكتور أحمد واحد من مئات آلاف الشباب في العراق الذين طالهم التهميش والإهمال والحرمان من فرص العمل، ليبدد الفساد والفشل الحكوميين أحلامهم البسيطة.